تواصل قوافل الخير والعطاء في دولة الكويت في تقديم المساعدة للوافدين في مناطق معزولة وتحديدا في منطقة خيطان. سلات غذائية وأكياس بكثير خيرات وزعت على مقيمين في مناطق معزولة لتواصل أيادي العمل الإنساني مساعدة سكانها بتقديم أطعمة وما يحتاجونه من خدمات، وفي ذلك كان لجمعية أحياء التراث دور واهتمام. نحن نعيش في حظر كلي في خيطان، ونعلم حاجة الأسر المحتاجة إلى هذه الأطعمة، فلذلك آلينا على أنفسنا إلا أن نساعدهم. فضل الله، هذه ديرة خير، والديرة فيها فضل كبير من الله عز وجل، فلذلك ليش ما يأخذون من المساعدة؟ فحنا الحمد لله يينا خيطان على الأسر المحتاجة، فحنا قاعد نوزع عليهم سلال غذائية. السلال الغذائية باعة عن عيش ودهن وزيت وسكر ومعلبات، إنزين، وفضل الله عز وجل الحمد لله حنا قاعد نفرحهم. 14,000 سلة غذائية وأكثر من 200 كيس خبز وزعت في مناطق معزولة لتستمر السواعد الكويتية بتقديم المزيد من أعمال الخير. من 1/6 إلى اليوم، تكلم عن أسبوعين، تم توزيع تقريبا 14,717 سلة غذائية على محافظات مناطق الكويت المهبولة والجليب والخيطان وحولي، إضافة إلى توزيع 270,000 وجبة خبز حق المحتاجين. وهذا بفضل الله أولا، ثم بتبرع المتبرعين من أهل الكويت والخيرين في مشروع فزعة الكويت. 3 ساعات وموكب الخير يجوب شوارع منطقة خيطان بتنسيق مع رجال الأمن لإطعام سكانها من خيرات بلد الإنسانية في ظروف صحية قاهرة تمر بها البلاد حاليا. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.